رقم 15 في صفوف العنابي، عميقة تحت الضغط. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد، يا همام إلى علي أسد، إلى همام، أهلا وعدت تاني من جديد. يو لا 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 لا، عملوها الصغار، عملوها الصغار. واحد اللاعبين اللي بيمتازوا بالخلق العظيم والتهديف التاريخي. يا سلام يا علي أسد، يا سلام يا علي، لا 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 لا، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء يا ولدي، ضربة جزاء ولا إيه؟ لكن شوف الضغط، شوف ضغط العنابي، شوف ضغط العنابي، ومعانا الفار، معانا الفار، ضغط قوي في اللعبة الأخيرة. فرصة هدف تاني للعنابي، محاولة المنتخب الكويتي إثناء الحكم عن فكرة ضربة الجزاء، لكن يبدو أن هناك تلامس، ما أقدرش أجزم أبدا، ما أقدرش أجزم. يا سلام على علي أسد وعظمته، وادي التصويبة الجميلة الجميلة، مش باينة، كل ده مش باينة لسه. شوف الباص الجميل، شوف الباص المتشفر، باص متشفر وجميل. هل حدث تلامس؟ هل حدث عرقلة؟ الوقوع جاء متأخر شوية ولا إيه؟ هو في تلامس، في تلامس، في تلامس، في تلامس حصل من مدافع المنتخب الكويتي لأقدام المهاجم القطري، والكرة كانت لسه في الملعب، الكرة ما كانتش خرجت لسه بره خط المرمى، لأن اللي حصل ده لو حصل والكرة كانت عدت خط المرمى بقدر هيئتها مهما كانت ما تحسبش ضربة جزاء. هو التلاحم تم، احمد علاء كان عايز يكمل، لقى نفسه مش هيقدر فاكمل السقوط، اهو كان عنده نية انه يكمل احمد علاء، وادي قفل عليه مشاري غنام، واحمد علاء الحقيقة اتزحلق. يبدو ان الزحلقة دي اكيد بسبب مشكلة ولا حاجة، الحكم يبدو ان هو بيقول الامور طبيعية ولا ايه، هنشوف ندي القرار ايه. ضربة جزاء، اذا ضربة جزاء لصالح المنتخب القطري. حكم اللقاء الحكم الصيني مانينج، حكم اللي كان حكم رابع في كأس العالم لست مباريات، منهم مباراة فوز هولندا على قطر بنتيجة 2-0. إذا فعلا ضربة جزاء هيلعبها أحمد علاء، اجتهد جدا فيها أحمد، وضربة جزاء كانت واضح التلامس الحقيقة، والكرة كانت لسه جوه الملعب ما خرجتش من خط المرمى، وبالتالي حكم اللقاء الصيني قرار بضربة جزاء. 137 هدف للعنابي بالهدف اللي سجله عمرو سراج، لو سجل الآن يبقى 138 هدف تاريخيا في المباراة رقم 113 للعنابي على مر التاريخ. نعم تعادل وحيد ما بين المنتخبين، 6 انتصارات لقطر تاريخيا، هل يكون الانتصار السابع؟ أحمد علاء يا ولد عنابي، عنابي يا عنابي يا عنابي، العنابي يتألق ويبدع ويمتع ويقنع الصغار في ثوب الكبار. العنابي يقدم أداء مثالي ويسجل الهدف الثاني في مرمى الأزرق الكويتي. برافو أحمد.